السلام عليكم متابعي قناة كلكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم حنتكلم عن مسلسل باب الحارة جزء 11 الحلقة الأولى. طبعا هذا الفيديو راح يكون ملخص الحلقة، واللي بده يشوف الحلقة كاملة رابط الحلقة بالوصف أسفل الفيديو. خلونا نبلش. في بداية الحلقة بكون أبو عزام رافع السلاح على شكري وبقول له أنت مقتول، لكن أهل الحارة بتجمعوا عليهم وبطلع أبو رمزي وبيحكي لأبو عزام إذا قتلت ابني أنا قتالك. وبعدها بيجي أبو مشعل وبقول لأبو عزام يجي على الكركون ومعه أبو غضب حتى يحققوا في القضية، وبطلب أبو عزام من العقيد راتب إنه يجيب أبو غضب لعنده. وبعدها بتكون صفية بنت خيزران بتجري وبتقول خالي قتل امي، وبعدها بيجي محجوب طاعن اخته خيزران، وبيجي ابو جودد ومزين فتوح وهم متنكرين. وبعدها ابو نبيل بياخد خيزران على المستشفى وبكون وضعها خطير. وبعدها بروح ابو نبيل لعند ابو رمزي حتى يحكوا بخصوص ابنه شكري وابو عزام، لكن ابو رمزي بقول انه هذه المرة انا صبرت على ابو عزام، لكن المرة الجاي مش رح اصبر. وابو نبيل بقول فيش دخان بدون نار، واكيد ابنك له علاقة بالموضوع. وبعدها ابو جودت بروح على المستشفى لعند خيزران، وبيجي سمسم لابو مشعل وبقول له ان الفرنساوي شاحت ابو منشار. وبيجي يحيى لابو ابو النار وبقول له انه امه مش موجود بالبيت، وبرجع ابو النار على البيت وما بيلاقي مرته. وبرجع العقيد راتب لعند ابو عزام وبقول له انه ما لقوا ابو غضب، وابو عزام بقولهم اقلب الدنيا عليه. وبعدها بكون شكري قتل ابو غضب وبكون قاعد بدفن فيه. وبعدها برجع شكري على بيته وابوه بيسأله وين كنت، وبقول له كنت في الحمام، وابوه بتطمن عليه وبروح، لكن اخته سهيلة بتكون شاكة فيه. وبعدها برجع العقيد راتب والرجال لابو عزام بحكوله ما لقوا ابو غضب، لكن حيضلهم يدوروا عليه لحد لما يلاقوه. وبتنتهي الحلقة هين. وهذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو ودعمنا باشتراك في القناة. اشوفك الفيديو الجاي، سلام عليكم.